مساء الخير، عاملين ايه؟ هوريكم النهارده التكنولوجيا العامه في شوارع جورجيا، وده جهاز او مكان موجود في كل الشوارع هنا في جورجيا. في كل حاجه انت ممكن تعملها، في حمام، في مثلا لو واحده عندها بيبي وعايزه تغير له، في مكان اللي هي تغير له، في حمام لذوي الاحتياجات الخاصه، في كل حاجه موجوده هنا. يلا بينا ناخد جوله كده في الجهاز او المكان ده ونتعرف ايه اللي موجود هنا. في مثلا شيبسي، في سماعات اللي هي الاير، في كمان المناديل، في كابلات الايفون وكابلات السامسونج السوداني، في العصير، في الكوكاكولا، في المية، في البسكوتات، في كل حاجة. وانت مش محتاج تدفع اي حاجة كاش من هنا، انت ممكن تدفع بالفيزا كارد بتاعتك. من الناحية التانية هنا اللي هو الحمام، وده مخصص ذوي الاحتياجات الخاصة، مخصص كمان لو واحدة عندها طفل وعايزة تغير له، ومخصص كمان لأي حد عايز يدخل الحمام. فالموضوع هنا سهل جدا. وكمان سعر الحمام ده 50 تتر، يعني احنا بنتكلم مثلا في 15 سنت من الدولار. وكمان في هنا للناس المكفوفين تعليمات مكتوبة هنا، يقدروا يمشوا ايديهم ويعرفوا ايه اللي مكتوب هنا باللغة اللي هم بيعرفوها. فشايفين التكنولوجيا يا جماعة واصلة لحد فين هنا؟ بجد حاجة كويسة جدا موجودة في كل شوارع تبليسي هنا. تخيل بقى انت ماشي في الحر وتلاقي كده حنفية تشرب منها مية. فبالنسبة للحيوانات والقطط والكلاب ممكن تعمل ايه؟ فهنا في جورجيا الموضوع ده انا لاحظته في حدائق كتير وفي شوارع كتير، ان جايبين الجهاز ده والحكومة مثلا تحط مية هنا، او انت مثلا عايز تحط مية ودي شغالة بالطاقة الشمسية وفيها سنسور، تمام؟ اول ما الكلب بيدخل هنا المية بتنزل فبيشرب. شايفين قد ايه الناس دي مهتمية بالحيوانات، الكلاب والقطط والحاجات دي؟ يعني مش شرط الحكومة بس اللي هي تحط المية، انت لو ماشي في الحديقة او في الشارع ولقيت جهاز زي ده وعايز مثلا تحط مية عشان اي كلب يجي يشرب، انت ممكن تحط المية من هنا زي ما انتوا شايفين، والمية دي بتتخزن في خزان جوه. شايفين قد ايه الناس هنا عندها ادمية، ولا بيضرب كلب ولا بيموت كلب ولا بيحط له صاروخ في بقه، الحيوانات دي بتحس. فانت تخيل كده واحد جاي بيموتك او واحد جاي بيحط لك صاروخ في بقك، يعني انت هيكون احساسك ايه؟ كلاب يا جماعة في دول كتير عاملين لها قصص وكتب وميادين، الكلب اللي صاحبه مات وقعد 10 سنين بيعيط عليه وزعلان عليه وفي الاخر راح مات عند التربة بتاعته. القصة دي في اليابان والكلب ده معروف جدا. على فكرة يا جماعة هو لسه جديد، لسه بالكيسة بتاعته، بس انا شفته في كذا مكان هنا في جورجيا. انا حاولت اختصر التكنولوجيا العامة، التكنولوجيا الجديدة اللي هم عملوها جديد، زي الجهاز اللي انا وريته لكم اللي فيه الحمام وتقدر تدفع منه بالفيزا وتقدر تجيب منه عصير ومية والحاجات دي، والتكنولوجيا بتاعت الحيوانات. بس في تكنولوجيا هنا قديمة هم بالنسبة لهم حاجة عادية، المكنة اللي في الشارع اللي تقدر تدفع بيها كل الفواتير، فواتير كهرباء، مية، غاز، انترنت، كل حاجة، وتقدر تدفع منها غرامات لو جات لك غرامات على العربية، وكمان تقدر منها ان انت تحط فلوس في حسابك الشخصي في البنك اللي انت فاتح فيه. فالحاجات دي هنا بالنسبة لهم قديمة وعادية، حاجات بقالها 10 سنين. فانا وريتكم التكنولوجيا العامة، الحاجات الصغيرة الجديدة اللي ابتدوا يعملوها في الشوارع، زي الجهاز اللي وريتهولكم ان انت تقعد تشحن الموبايل بتاعك من اي مكنة، الواي فاي فري اللي موجود في كل البلد. الحاجات دي كلها انا حبيت اوريها لكم بكل اختصار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا دلوقتي حالا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.